بيقسم المدينة لجزئين، ديرة وبر دبي. هالمنطقة ومنذ القدم كانت ولا تزال محطة تجارية ونقطة مهمة بالبلد، فهي دائما مركز نشيط لتحميل وتفريغ البضائع من وإلى السفن التقليدية. ومشوار بالعبرة أو المراكب الخشبية الصغيرة العديدة والتي تعتبر كتاكسي مائي بيكشف عن التناقض الحلو بدبي بين القديم والحديث. وعلى ضفاف الخور تكثر الفنادق والمطاعم يلي بتقدم مأكولات طيبة كتير. أكلة جديدة من دبي من محل أكلاته طيبين كتير ومع شيف صغير بالعمر بس شهرته اسم الله سابقته سابق عمره، شيف عمر. كيفك عمر؟ يعني 27 سنة اكزيكتيف شيف، كيف لحقت اسم الله؟ يعني خبرة بالمطاعم من نحن صغار، يعني بتعرفي هي المصلحة بدها تكون حبها للشغلة. يعني طبعا طبعا حبها للشغلة. الحمد لله. من الأكلات الطيبة اللي كمان عمر بحبها هي أكلة الكبة وأنا بحبها كثير، هي الكبة كبة بالصينية. لحتى نعملها إذا بتقلنا المكونات شو هن؟ عندنا البرغل، برغل ناعم الأسمر، اللحمة المفرومة نفرمها تقريبا ثلاث أربع وجاه على المكنة حتى تصير ناعمة كثير، تصير ناعمة ندعكها مع البرغل. بعدين في عندنا القرفة، هذا البهار الحلو عفوا، الملح والقرفة، بيجي عنا نعنع مفروم ناعم وبصل. وبالنسبة لحشبة الكبة نحن بحاجة للحمة مفرومة، لبصل مفروم، سماق، نعنع يابس، صنوبر، زيت زيتون، زيت نباتي وشوية زبدة. فينا نبلش هلا؟ إيه. وصفتك الغير شكل للكبة. بالبداية بدنا نبلش بالبرغل المنقوع، بنقعده تقريبا فترة نص ساعة بنستعمله. اوكي، بينقع بمي عادي. مي فاترة، يعني مش لا بارد ولا سخنة، مي عادية. مي عادية. بنضربها بهالطريقة. بس عم بينقع نص ساعة قبل، هي مهمة. نرجع نحط اللحمة المفرومة فوقه. اللحمة كتير ناعمة بتصير، يعني اللحمة ناعمة حتى تندعك مظبوط، تصير مثل عجينة. قبل ما نضيفها نضيف البهارات. بس عمر قل لي قديش بتحط النسبة بين اللحمة وال تقريبا نحط كيلو برغل كيلو لحمة. قد بعد يعني؟ يعني 500 جرام برغل 500 جرام لحمة. يعني حسب ايه؟ حسب الكمية اللي عم يعني نفس كمية البرغل نفس كمية اللحمة. نعم. بنحط تقريبا معلقة قرفة، بنحط معلقتين ملح، ومعلقة بهار حلو. بهار حلو مش بهار حار. لا بهار حلو. بهار حلو. بنضيف لها شوي للنكهة بس، شوية بصل. بصل مفروم ناعم. ناعم كثير. مع شوية نعناع. هاي النعناع النعناع هذه التاتش تبعيتك هيدا. هلا اوكي نبلش ندعكم كلهم مع بعضهم بهالطريقه حتى تصير كلها خليط واحد، يعني يصير عندنا مثل عجينه. دعك البرغل بدها تنفرك كثير كثير منيح، يعني بدها الشغل تقريبا شي 10 دقائق او ربع ساعه بهالطريقه. اها، بدها طولة بال يعني. نعم. قبل ما مدها بالصينيه. يعني بالاخر ما مفروض بقى يبين البرغل من اللحمه، بصير البرغل مع اللحمه مثل عجينه وحده بيصيروا قبل ما نمدهم بالصينيه. طيب، فاذا هي والعجينه بالبراد عم ترتاح، نحن بنحضر الحشوه. بنحضر الحشوه. اوكي. فاذا بنحط زيت شوي لحتى يسخن. زيت نباتي عادي. يعني كميه البصل لازم تكون كمان قد كميه اللحمه المفرومه. بحط كميه البصل هيك بهالطريقه هاي. اوكي. طيب يكونوا بصلات اكثر. ايه طيب، يعني يكون كميه البصل قد كميه اللحمه. إذا بنحط البصل مع الزيت. هذه كالبداية، بحط البصل بالبداية. بيتقلوا أكيد لحتى يدبل شوي البصل. ياخذ لون الزهر البصل. وبتتقلب بهالطريقة، بس واحد ينتبه ما يكبهم برا وعم يقلبهم. بهالطريقة هاي. هلا بنضيف. فإذا بس تدبل البصلة تاخذ لون على الخفيف. بنضيف شوية سماق. سماق، ملعقة صغيرة تقريبا. نعناع يابس. شوية صنوبر. نعناع يابس وصنوبر. يعني كلهم نكهاتهم طيبة هيدول. حتى تطلع الحشوة طعمتها غنية وطيبة. وبتحط لها شي بهارات؟ بهارات مع اللحمة. بعض اللحمة. هلا سقت اللحمة بهالطريقة هاي. فوق البصل.
ونقلبهم كلهم بهالطريقه. هذه لحمة مفرومة عادي مش لحمة مفرومة عادي مش ناعمة كثير يعني. هلا شفتي بعد اللحمة بلشت تستوي، يعني هلا شفتي خواص اللحمة، شوفي طلعت خواص صح، طلعت مي اللحمة كلها، خواص كلها بدها. هلا خلينا هلا الوقت هاي المناسب لنزيد التوابل. نعم، نضيف القرفة حلوة، قرفة، ملح، نضيف ملعقتين ملح، ملعقتين ملح ومعلقة وبهار حلو. وبهار حلو الطريقة هاي. نخلط المكونات كلها مع بعضها بهالطريقة هاي، بتكون جاهزة حشوة الكبة. هلا فإذا بعد ما تنضاف التوابل بتتحرك شوي وخلص بتصير جاهزة. بتصير جاهزة، بس بدنا نخليها لتبرد لأنه حدا نستعملها مع الكبة، ما فينا تكون سخنة الحشوة نحن نعمل فيها الكبة بالصينية. لازم تكون باردة حتى العجينة ما تفرط أو شيء. العجينة ما تفرط أو تبدو على المظبوط. فإذا بنطفي تحتها بنخليها تبرد. بنخليها على جنب فترة تقريبا ربع ساعة و20 دقيقة لتبرد نهائيا. هلا هي فإذا والحشوة عم ترتاح أو عم تبرد. نعم. بدنا نعمل نمد الكبة. نعم الكبة. بالبداية بنحط فجات شوية زيت. رحت لك هيدا هون تترتاح. نحط زيت زيتون. شيء بسيط. اوكي. بكبشة. بكون احنا حاطين مي مع ثلج. ليش بنستعملوا مي مثلجة مش مي مثلجة؟ ليش؟ لأنه يعني أنت بس تمدي إيدك بالمي الكبة حتكون بدها شيء بارد، ما بنحط لها شيء سخن عشان ما نبردها، تصير بعدين تعطيها بتعمل لأنه هي كانت مبرد. أوكي. فإذا لازم مي باردة باردة أو بقلبها ثلج كمان. نشيل نص الكمية تبع الكبة بهالطريقة هاي. فإذا بعد ما نكون حطينا زيت زيتون بكعب الصينية نبلش نمد الكبة بهالطريقة هاي. اوكي هلا بعد ما خلصنا المد مزبوط وشلنا الاحراف نحط نحط الحشوة. الحشوة بهالطريقة هاي. بس قبل ما نمد الطبقة الثانية بنخلي اللحمة كلها كمان تجمع نجمعها مع الكبة حتى نسهل عليها الطريقة. نحن بس نحط الوش اللي فوق اني ما يعذبنا بالمد. سو بتحط اللحمة بتكبسها شوي. اي نعم. اوكي. بهالطريقة هاي. تنكبس شوي وبعدين بنحط فوق الطبقة الثانية. هلا الطبقة الثانية بدها تكون ايدينا مبلولين بالمي شوي. ونبلس بهالطريقة هاي. يعني نعمل مثل الكباليب هيك. ونمد. بدها تنحط شقف شقف يمكن. شقف شقف بنرجع بنمدها. تتلزق مع بعض. بهالطريقة. فإذا بصير ينعمل شقف تمد منيح من الكبة وبتنحط حد بعض وبعدين بتتلزق كلها مع بعضها. فإذا بعد ما يتغطى الوجه كثير منيح ويتملس بزيت الزيتون ترى تقطيع بدها تتقطع الكبة على الخفيف. اوكي النص لازم نعمل فتحة صغيرة بالنص حتى تتشرب الزبدة. تتشرب الزبدة اكيد الزبده بتعطيها طعمه وكمان بتساعدها انه تاخذ لون حلو وبتطلع محمر من على الوجه. فاذا الكبه هيك بعد ما حطينا عليها الزبده صارت جاهزه انه ندخلها الفرن على حراره 180 ل 25 دقيقه تقريبا، يعني لحد ما يصير وجهها محمر وحلو كثير. من ضفاف خور دبي بمراكبه التقليدية وأبنيته الشاهقة ودعكم على أمل تكون عجبتكم هالحلقة من دبي المدينة المتجددة دائما. باي باي.